ولرسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Udang kami tuti belti dikri bi kurana ruhe jiru dan jifti kalam ni kalbi midani miti miju tauhidat arabiti dandam kurana dandam sibnu kalbi arrafnu tasgabbi borulle dufobi dandam kurana dandam sibnu kalbi صلاتي على نبيه ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجموعان تن مجموعان قمة شوية أقول لك كنا يوكانو بوليس كنا سلطان موسى أنا قرآن هفزيكتي رواية حفص عن عاصمين أحكام التجريدة تهبط الأطفالين وطولين ومتها تفتح الحمد لله رب العالمين. إيه سنيف سندتي والجنة مركز كينا مركز النور دمي تحفيزات التي حفظي بي أكسب من آفا مي سلطان إجازة فرأتي مي ورقاء إساسا إن شاء الله شيني كنيف كنوتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، أعظم نعمة امتن الله بها على أمة الإسلام هو إنزال القرآن. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. القرآن هو حبل الله المتين والذكر الحكيم، هو الذي أمرنا بها الله سبحانه وتعالى بالتمسك به، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا القرآن الكريم، هذا هو يومه، وهذا هو يوم الحفاظ. هذا القرآن من تمسك به فقد نجا وأفلح في الدنيا والآخرة. هذا القرآن الذي اجتمعنا لأجله اليوم هو دستورنا، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، وهو الفصل فيما بينكم، وهو العدل ليس بالهزل. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن تحاكم إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهو الذي لم ينته الجن إذا سمعته أن قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. هذا القرآن الذي نحن اجتمعنا لأجله اليوم، هذا اليوم بمناسبة تكريم الحافظ سلطان موسى من حفظة حلقة القرآن في مركز النور، اليوم الأستاذ المحفز الشيخ إبراهيم النجار يعطيه إجازة على حفظه 30 جزءا. أن نوصل إليكم قدر هذه الشهادة، وهذه الشهادة كبيرة جدا وليست شهادة عادية، إنما هي سند متسلسل من الشيخ المحفز الشيخ إبراهيم النجار إلى زمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قياها الرا أبوليس كينا سلطان موسى قرآن جزئي سدوما قمان تمر قرآن كان رد تراغا برسيسا إساء رارغة تولاف أستي ولدتك أبابنيتي نينجر شهادان تنمو سدركان إسي مالك تاتي أن إسنتهمو إرى برسيسا إساني إرى عفان إساني إرى يو رغيتان رسيني فقاري را غرا إسانت إسندا برسا يشجول. الشيخ إبراهيم النجار الآن يقوم لإجازة الطالب 30 جزءا حفظا، فليتفضل مشكورا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما ندخرهما ليوم لقاء الله سبحانه وتعالى.
أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام، نحن الآن بصدد تكريم طالب من حفظة القرآن الكريم. والقرآن الكريم كما نعرف جميعا هو معجزة أعجزت العرب والعجم، أعجزت الإنس والجن. كل الأنبياء جاءوا بمعجزات. أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى قريش، وأهل مكة كانوا أفصح الأقوام، يتحدثون باللغة، أفصح أقوام يتحدثون باللغة. أرسل الله لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن. ولكن لنعلم قدر هذه الإجازة أو هذا التكريم، أرسل الله جبريل إلى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وقال له اقرأ. فقال ما أنا بقارئ. فعلمه جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، إلى نهاية الآيات. فجبريل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم علم الصحابة، والصحابة علموا التابعين، والتابعين تابعيهم إلى يومنا هذا. فأصبح الآن سلطان حلقة في سلسلة متصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل عليه السلام، إلى رب العزة جل شأنه سبحانه وتعالى. أصبح متصلا بالسند أن يقرأ القرآن ويقرئ القرآن ويعلم القرآن أينما حل وأينما رحل. شهادة معتبرة كما اشترطها الإمام ابن الجزري، محمد بن محمد بن محمد بن الجزري رحمه الله، حجة القراء وإمام الحفاظ، قال عن هذه الإجازة بسندها المعتبر. والسند المعتبر أن يقرأ الطالب القرآن الكريم كاملا غيبا على شيخه، وبذلك يجيزه الشيخ. فأنا أجزت وأشهدكم الآن أني أجزت سلطان أن يقرأ القرآن ويقرأ القرآن أينما حل ورحل. هذه الشهادة قيمتها عظيمة، لا يحصل عليها إلا من قرأ. جزاكم الله خير. كن كتابة، كن إجازانة، كن إجازانة، كن أمو متني كنت تزريانة أكلت في شهادات أنا فلتي منك إلا كبك كيس جرو بيا كايرو كيس جرو نانو مقالي سي أدى معادي الأواما أواصلك إلا كورومو أفكا هذا بدون ده أمام كان في قد يسير جري أسوان أكا الدنيا كان أرقي كان أكا وبركا أواصا كايرو كان أكا سجريتا تن بقاتا بيا كان كيسة ورقانا باوان غرغرة تنس كيسة مين أمارو أمة دين الإسلام قد سارو بقاب بيا باني وأني برابي يا إنسان بافته كلو جاء كلت مرة وفي قمت بفزورة بنوباسة إنسان مكان إنساني الشيخ إبراهيم محمد محمود النجاري له جزاك الله خيرا أنا رياض ربنا مرين وهذا سو أبا دائما أبا مجا كنا أمام ياسين عرفاتي قرن نرجع يعني بيبو خلوا را مركز النور قسمة التحفيز مكان سي تحفيز كنا أكيد دامن تراوي سلام نجني أسي والجنة شئني كأن دكتور محمد أمين وام قرآن بعد نتوم قرآن قد داويتي سجاجا ويا ترى كانيت مركانا نيس سوورني قد نيسني جنن كوني ما لني جنني قابل كتراوي تين عنجر كنو قرآن نجنن كير رال على سلام جسم موديل قديم تاتن يجرا نجيه أما قرآن جاهر رال على سلام لا إيه إما بن نجيه إما بن يا ربي كي وقعتنا عادتنا ندي بزيك يا ربي كان ربي نعواتي والله نزيد انت مركزك انا كيست انا وايه بزيك اقف ديمه شما مدبيني وايه بزينا وانا اتشي سنوفو الجيم ما لي جنان مركزه بزينا قفتها جئين سلام مرتمو برنا مجمانا كانا قدره خلواسا ناكيني نما شني افزينا دندنا ديسي انا قمان اقراف دندنا نما ددما افزينا جئين اسيك ربيني كيرم نكونا تربا زيرو هادا قلي توادعي لك سنن هجو واك النيو مسنين يتنام النيو أمان جاءت بري كما كوداني في بري إبا كورباف كوداشان توجي تا كسين أمي نم هكسين ياتسو وباسو ولين جتشونا الحمد لله رب العالمين من دابر سيسا ولين هكس ديمني كنا ربنا كنا جبريلي كنا كيوم يون دقن نيو براسني أتانوني ملا إسام ملا أنا نيلي شيخان اللي من أمريكا براسني أتان إسام ملا نمني مركزك انا غرغارو برباتن ميديان ورن اجيتن هند كيسنو فولو لايكي شيري قداتي كيسان مسنجران
organize بستانية جدًا وانج هندام برا نبتشون الدنيا. مركز النور في سيرارا مركز النور إنه وانا كنت سكانا وانني دلوقتي جرو إنه وانا ديفسي نبغي السودان ما تزبرتي ما تنير سكتة نبتة وانا دراسو جرو كريمية وانا سيرارا مدبرين يا خورو أنت مركز أنا قانوني أتنسين جنة. نامو بات باتك صدقة في سبيل الله جولدت إنسان تورمو يا بقى خيس تبرد برد شجرتر نامو عندن ديسن خاد ولا رجبت الجوز خاد ولا شنتم دندوز نامو ولا ديتم بخان دندوز وان دندوز بات باتك مركز أنا فكر ورجتني ركبو بجتنا خيس جسام مشيني وديستن أنا أقول لك 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 أنا أقول وان سمير في انجلاتي بلتي ميداني ربهم بشاني كما هقودان كام ميتوتي بلتي ذكري بقرانا روحي جرودان الجيفتي قلمني قلبي ميداني ميتي ميجو توحيدات عربيتي داندم قرانا داندم سيفن قلبي عرفن تسقبي بر ولد فوبي داندم قرانا داندم سيفن قلبي عرفن تسقبي بر